إذ نوجه تحية وإجلال وإكبار لأبناء شعبنا البطل في كل مكان، والذي يرفض ممارسات الاحتلال الظالمة بحقه، ويرفض الاضطهاد، ويخوض معركة التحرير وتقرير المصير، ويقدم في سبيل ذلك التضحيات. فهذا شهيد، وهذا أسير، وهذا جريح، وخلف كل منها حكاية ألم لا تنتهي. فالشهداء بعد إعدامهم يواصل الاحتلال احتجاج جثامينهم في سياسة قديمة حديثة هي الأشد وقعا وإرهابا في حق البشرية والإنسانية، دون أن يلقي ردا مناسبا يرضعه محليا أو دوليا. فما زال يحتجج إلى اليوم 253 شهيدا في مقابر الأرقام منذ عشرات السنين، و115 شهيدا محتجز جثمانه في ثلاجات الاحتلال منذ تشرين أول من عام 2015. وهذه السياسة تطال الأسرى الذين يرتقون داخل الأسر ليمكثوا في الثلاجات والمقابر وليكملوا محكوميتهم. وحيث إن وتيرة الاحتجاج تزداد بشكل أكبر من السابق، حتى أصبحت عادة عند الاحتلال البغيض، وإن هذا يسبب ألما لا ينتهي لأهالي الشهداء، ويعتبر مثلا بكرامة الشعب والشهداء، وحيث إنه يخالف كل الأعراف الدولية والشرائع السماوية، ويعتبر انتهاكا لأعظم علاقة عرفها الكون بأسره ألا وهي الأمومة، وطعنا للقلب الذي ما كاد يستوعب الفقد حتى يستوعب الاحتجاج. فلا وداع ولا قبلة على الجبين ولا تربية الرضا على رأس الحبيب قبل المواراة في الثرى، ليبقى قبره مفتوحا لأيام ولأشهر بل لسنوات، ونجلس نحن الأمهات عنده وعقلها حائرا، هل سيشجى ابني في القبر أم إني سأخلد فيه قبله، ناهيك عن حالة لا يقين الناتجة عن عدم معرفتنا لمصير أبنائنا وعدم معاينة جثامينهم الطاهرة مما فاقم من الوجع والألم. اليوم هو ترخة أم مكلومة، فلا صبر بعد اليوم ولا صمت ولا سكوت شعارنا بدنا أولادنا.